السؤال اللي هيفرض نفسه دل تعتبر شروط قناة السويس إجحافا ظلما لمصر. ظلما لمصر، تمام. في الحالة دي أنا هستعرض شروط الامتياز بتاع قناة السويس. زي مصر ما قال اللي عطل شروط الامتياز سعيد، تمام. هفرق قناة وافتتاح الملاحة كان في عهد مين؟ في عهد اسماعيل. نركز يا اولاد عشان السؤال الجديد اللي بيجي في عهد مين من حكام ايه مصر. طب ايه شروط الامتياز بتاع قناة السويس؟ نمرة واحد، طبيعي الحكومة المصرية تتنازل عن الأراضي اللازمة لحفر القناة. نمرة اتنين، الحكومة المصرية هتعمل ترعة مية عذبة. الحكومة المصرية أيضا عطت للشركة الحق في إن هي تاخد الأرض اللازمة لحفر القناة بتنتزعها من أفرادها بعد ما يدفعوا لهم تعويض مالي مناسب. من حق الشركة أيضا، طبعا الشركة دي شركة فرنسية، طبعا من حق الشركة إن هي تعمل إيه؟ إنها تستغل المناجم والمحاضر اللي موجودة حوالين القناة مع إعفائها من الضرائب. من حقها أيضا برضو إن هي تجيب الآلات والأدوات من بره برضو مع الإعفاء من الضرائب. إيه كمان؟ مصر نصيبها قد ايه مقابل هذه الامتيازات؟ مقابل هذه الامتيازات مصر نصيبها من الارباح 15%. طيب نصيب مصر من شركة قناة السويس من الاسهم بتاعت الشركة، نصيب مصر من الاسهم 44% لصالح تسديد الديون. اذا الشروط فعلا تعتبر ظلم على مصر. يجي يقول لك دلل شروط امتياز قناة ظلم على مصر، ما تقييمك ما اوجه النقد الموجه لشروط امتياز قناة السويس؟ وصلنا كده الى سقوط الاحتكار على الوضع الاجتماعي، او ما العلاقة بين سياسة الباب المفتوح والاوضاع الاجتماعية؟ تمام. نخلي بالك حضراتكم احنا قافلين الباب اهو، خلاص محمد عليك نقفل الباب يعني بقدر الامكان. مع سقوط الاحتكار وتصويت لندن 40 فتحت الاسواق، يبقى نخلي بالنا حضراتكم معنى الباب المفتوح فتح الاسواق. طبعا سيادتك عارف الاوضاع الاجتماعية زراعة صناعة تجارة، وخلي بالنا في هذا السؤال بيكتر جدا في الامتحانات. زراعة زور طبقة الأعيان ملاك ومتوسط الأراضي الزراعية اللي هيشاركوا بدور كبير جدا في الحياة السياسية المصرية. ده زراعة. الصناعة تدورت مكانة الطوائف والشيوخ الحرف. التجارة تناقص دور التاجر المصري لصالح الوكالات الأجنبية. تعالوا بنا نستعرض الأسئلة عن الشرح اللي احنا شرحناه مع الأستاذة. أنا عندي كده سؤال 12، أسئلة واضحة قدامكم. نخلي بالنا من آخر سؤال، مش برضه مس؟ في أسئلة تانية نخلي بالنا منها. تطبيق معاهدة بلطة ليمان على الاقتصاد المصري، تمام، وتقييمك برضه. ويجي يقول لك اثر معاهدة بلطة ليمان على الدول او مدى استفادة الدول الاوروبية من نظام وقف برضه حجر عثرة، يعني كان عائق امام الدول الاوروبية. طيب السؤال اللي بعديها 13، برضه اسئلة واضحة قدامنا. اتفقنا ان الزراعة خمس عناصر، ممكن كل سؤال لوحديه، سقوط الاحتكار على الزراعة او الدخولية او الازمه الماليه. بتهيألي السؤال ده حلو برضه، بس برضه نركز في السؤال ده اللي هو في عهد مين من حكام مصر، اللي هو بدا يجي من السنه ايه، من السنه اللي فاتت، تمام. يعني مثلا الغاء ضريبه الدخوليه اتلغت في عهد مين؟ في عهد سعيد. طب اتساع حقوق ملكيه الارض في عهد اسماعيل، اصدار قانون المقابله في عهد مين؟ اسماعيل، تمام. السؤال 14 برضه، 14، سقوط الاحتكار على الصناعه ومصداقية طبعا الصناعات الحرفية عشان عدم القدرة على النفس الأجنبية. نركز بس على الصناعة يا مستر، عشان فضل. الصناعة كتيرة جدا في المنهج، فضل. يعني جت في أكتر من، ممكن كمقارنة حتى تيجي مع الحملة الفرنسية، بس المقارنة خلاص يعني أو تشابه أو شبه الاختلاف. تمام تمام. ودي كده الصناعات الحرفية، ودي سياسة السلطان العثماني وإصدار الصناعة. نتكلم عن حرب القرم طبعا، ثم في عهد إسماعيل زي ما الأستاذة وضحتها صناعات تجهيزية وتحويلية ورفع القيد وبناء الإيه المعدات. حضرتك السؤال ده بيقول ايه العلاقه؟ ما العلاقه بين الجيش في عهد اسماعيل وازدهار الصناعه؟ تمام. طبعا لما رفع القيود وزود عدد الجيش لايه؟ ل 30,000، ورفع القيود عن المعدات الحربيه، وانتعشت في عهده صناعات التجهيزيه وصناعات التحويليه. ونركز على الصناعات التجهيزيه والتحويليه. تمام. بعد كده سقوط الاحتكار على التجاره، اتفقنا يقول لك اثر سقوط الاحتكار او ده اللي لم تتاثر كثيرا، وبنشرح طبعا الاشياء اللي هي مترتبه عليها. والمس شرحت السؤال بتاع زياده حجم النشاط في عهد سعيد عندما اهتم بإنشاء طرق السكة الحديدية من القاهرة والسويس والقاهرة واسكندرية، وتبني الطرق البرية والسكة الزراعية وخطين للملاحة. وصلنا إلى تفضل مشروع قناة السويس. طبعا هي نفس الأسئلة احنا مستعرضينها كلها، ما أهمية مشروع قناة السويس؟ ده موجود عندك فوق في الكتاب في الحتة اللي هي قبل ايه، قبل الشروط. طبعا مشروع قناة السويس بيربط ما بين الشرق وما بين الغرب. لا اريد بصفورا اخر، طبعا قلنا اشاره لمضيق البصفور التركي. ايد صحة العبارة. ممكن انا حضرتك لو رفض محمد علي ممكن شغاله لو رفض شروط الامتياز، اذا رفض او اذا ايه منح محمد علي شروط الامتياز. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، سقوط الاحتكار على الاوضاع الاجتماعيه، وعرفنا الباب المفتوح اللي هو سقوط الاحتكار وفتح الاسواق امام المنتجات الاجنبيه. نخلي بالنا هذا السؤال يشمل ثلاثه عناصر طبعا، اللي هي زراعه ثم صناعه ثم التجاره.
انا مش بتكلم يا اولاد هنا على زراعه وصناعه وتجاره، انا بتكلم بالزبط. على الناس اللي اشتغلوا بزراعه وصناعه بالزبط. وتجاره ايه اللي جرى لهم؟ لانه بنقول كده لالغاء نظام الاحتكار واطلاق سياسه الباب المفتوح في المجالات الاقتصاديه اسرع قوى الاجتماعيه. تمام، في مجال الزراعه هتقول مين اللي ظهر، في مجال الصناعه، في مجال التجاره. برضه ناخد بالنا ما المقصود بسياسه الباب المفتوح. تمام، زي ما المس قالت في فرق بين الزراعه هنا واللي قبل كده، قبل كده اسمها البناء الاقتصادي. هنا باب المفتوح سقوط اللي هو الايه، ها، الاحتكار. وصلنا كده حضراتكم الى اللي هو التعليم. برضو سقوط الاحتكار كان له اثر على التعليم ازاي. وصلنا كده الى كتاب المدرسة. حاضر، بس بتقول لي كتاب. حاضر، ادي كتاب المدرسة. طبعا سقوط الاحتكار على التعليم اللي هو طبعا في عهد عباس وسعيد. طبعا تدهورت احوال المدارس، غلق المدارس، غلق معظمها، ايضا غلق الديوان اللي قلتش قبل كده 37، ايضا تقلص البعثات وكادت توقفت كثيرا. كذلك الاجانب بقى اللي هم عايشين في مصر بدا انشاء المدارس الاجنبيه اللي هي التبشيريه، وده ادى الى تعميق للزوجيه. وهنا هنرجع ورا تاني نسال المس سؤال، نقول ما المقصود بزوجية الفكر، متى بدات ومتى اصدرت؟ اتفضل. تمام، انا ممكن اطرح السؤال برضه بصيغه ثانيه لما اقول بما تفسر ظهور ازدواجيه الفكر في مصر في القرن ال 19. طبعا المستر بيقول لي مدى بدات. طبعا ازدواجيه الفكر المقصود بها ان انا عندي فكرين عكس بعضهم. طبعا بدات ازدواجيه الفكر، بدات جذور ازدواجيه الفكر بتاثير الحمله الفرنسيه، ثم ترجع في الظهور مره ثانيه، ظهرت مره ثانيه ايام محمد علي بسبب الثقافه المدنيه اللي اوجدها محمد علي. طبعا المدارس اللي عملها محمد علي كان في الاول بيدخلها طلاب الازهر والكتاتيب، ثم اصبحت عامه، فده ادى لوجود ثقافه مدنيه مختلفه عن الثقافه الدينيه اللي كانت موجوده من قبل، فده ادى لازدواجيه الفكر. ثم تعمقت ازدواجيه الفكر في عهد خلفاء محمد علي بسبب المدارس التبشيريه اللي اتعملت. يبقى اذا انا عندي ثلاث مراحل لازدواجيه الفكر. بدات الجذور وبعد كده ظهرت، خلاص الجذور دي يعني تحت الارض. طب ظهرت فوق الارض امتى؟ في عهد محمد علي. ثم تعمقت، تعمقت امتى؟ في عهد خلفاء محمد علي، عندك في عهد عباس وعهد مين؟ سعيد. نلاحظ برضو هنا، نخلي بالنا السؤال ده كتير جدا من الطلبه بيتلخبطوا فيه. بعد اذن حضرتك في عهد اسماعيل في نهضتين تعليميه وثقافيه. تمام، بعد اذن حضرتك تاني في نهضه تعليميه ونهضه ثقافيه. التعليميه يا جماعه عشان تريح نفسك، يا خاصه بالمدارس، اهتم بتعليم البنات وانشاء مدرستين السنيه واللي هي القرابيه، ايضا اهتم بالتعليم الزراعي والصناعي والمساحه والمحاسبه ومدارس تجهيزيه في العباسيه وراس التين في اسكندريه، الى جانب الاهتمام بحفلات نهايه العام الدراسي. خلي بالنا تاني، يبقى ده تعليم. اما النهضه الثقافيه مع المس اتفضلي. النهضه الثقافيه زي المستر ما وضح يا اولاد، نركز بس ونشوف الفرق ما بين النهضه التعليميه والنهضه الثقافيه، رغم ان الفرق بينهم واضح، بس برضو انا بلاقي اغلب الطلبه بيلخبطوا لي ما بين النهضه التعليميه والنهضه الثقافيه. ونخلي بالنا برضو في النهضه التعليميه، ايه هدف اسماعيل من النهضه التعليميه؟ اعاده بناء مصر على النظم الاوروبيه. يعني ممكن لو عايز يغلس معاك في الاسئله يجي يقول لك دلل عمل اسماعيل على اعاده بناء مصر على النظم الاوروبيه بنص الكتاب، انت كده هتتكلم عن ايه؟ هتتكلم عن التعليم. بعد الحياة التعليمية وصلنا للحياة الثقافية، معانا في صفحة 35 مهمة جدا، فضل يا أستاذة. طبعا الحياة الثقافية في عهد إسماعيل دي عبارة عن ثلاث حاجات، أو بنتكلم عن الجمعيات اللي عملها إسماعيل، وبنتكلم عن المجلات السياسية والعلمية. طبعا دي من الأجزاء المهمة ناخد بالنا منها، وزي ما وضحت لك من شوية إن في فرق ما بين النهضة التعليمية والنهضة الثقافية. طبعا نشوف مظاهر النهضه الثقافيه، بيجي السؤال واضح وصريح هنا كده لما يجي يقول لك وضح شهد عصر اسماعيل نهضه ثقافيه واسعه النطاق. تمام، هبدا استعرض معاكم الجمعيات. نمره واحد، جمعيه المعارف 1868. سؤال جه قبل كده ثانويه عامه، ما النتائج المترتبه، ما الاثر الناتج عن انشاء جمعيه المعارف؟ تمام، نمره واحد، جمعيه المعارف ادت الى ايه؟ نمره واحد، النشر والتاليف عن طريق الاكتتاب العام. نمره اثنين، طبع امهات الكتب في التاريخ والفقه والادب. نمرة 2، عمل جمعية تانية اللي هي جمعية دار الكتب سنة 1870. 3، 1875 عمل الجمعية الجغرافية، من اسمها جمعية جغرافية للاهتمام بالأبحاث الجغرافية. حاجة كمان ودي هنقف عندها اللي هي الجمعية الخيرية 1878. بما تفسر إنشاء إسماعيل للجمعية الخيرية؟ طبعا هو أنشأ هذه الجمعية من اسمها، هي زي الجمعيات الخيرية اللي موجودة عندنا النهاردة، زي جمعيات رسالة والجمعيات اللي موجودة عندكم في الشوارع والقرى. هذه الجمعية بتعمل خير، وذلك لمساعدة الفقراء من البنين والبنات وإنشاء المدارس. وليه هم أنشأوا هذه الجمعية؟ نتيجة لطغيان وكثرة انتشار المدارس الأجنبية الموجودة في مصر. وهنا نطرح سؤال، إيه نتائج إصدار الصحف العلمية والأدبية والسياسية؟ تفضل. تمام، زي ما استعرضنا دلوقتي ان النهضه الثقافيه حصلت عن طريق الجمعيات وعن طريق الايه؟ المجلات والصحف العلميه والادبيه والسياسيه.
طبعا اسماعيل اعطاهم حريه ايه؟ حريه الصحافه. ليه اطلق حريه الصحافه؟ لان اسماعيل اصطدم بالمطامع الاوروبيه نمره 2 شعر بوطئه التدخل الاجنبي. ناخد بالنا من السؤال دي ده. طيب المستر سالني ما النتائج المترتبه على الصحف؟ طبعا ادت هذه الصحف ادت الى اناره الاذهان ونشر العلوم والمعارف، ونشر العلوم والمعارف تمام. من النتائج المترتبه على النهضة الثقافية والتعليمية في عهد إسماعيل. نخلي بالنا حضراتكم نتائج النهضة موجودة في الجزء الأخير، ارتقاء مستوى الوظائف العامة إزاي؟ حيث تولاها خريج المدارس والمعاهد وأعضاء البعثات، ودي هيبقى ليها نور بعد كده في ظهور أو البيئة المناسبة لظهور العلماء. رقم اثنين، نتيجة لوجود الأجانب بكثرة في مصر حدث ما يقول المحاكاة اللي هو التقليد في كافة نواحي الحياة في المسكن والملبس والمأكل. كده وصلنا إلى السلطة السياسية ونطرح سؤال. فضل لما نتكلم عن السلطة التنفيذية ممكن ندخل بس في أسئلة علاقات هنا شوية. فضل لما أجي أقول مثلا ما العلاقة بين الجمعية الخيرية خلاص والمدارس الأجنبية. تمام، يبقى نقول هنا العلاقة إن نتيجة لوجود هذه المدارس الأجنبية في مصر تم إنشاء هذه الجمعية لمساعدة الفقراء وإنشاء مدارس لمساعدة البنين والبنات. طيب أنا ممكن أجيب في الجزء ده برضو تقريبا كان موجود عندنا في النماذج بتاعت الوزارة اللي هو نتيجة لوجود الأجانب ومؤسساتهم، اللي هو يجي يقول لك إيه أثر النهضة العلمية على الأوضاع الاجتماعية في عهد إسماعيل. مدسوسة يا أولاد خلوا بالكم منها. من السطور. يعني هي موجودة عندنا هي إن هو حدث ميل لمحاكاة مين؟ الأوروبيين في نمط الحياة واقتباس عوائدهم في مختلف ألوان الحياة في المأكل والملبس والشراب. تمام، وصلنا إلى وضع السلطتين في عهد خلفاء محمد علي عباس وسعيد. أو هل ممكن نسأل سؤال تاني مثله ليه؟ ما هو أثر سقوط الاحتكار على البناء السياسي؟ تمام، يبقى أثر سقوط الاحتكار على البناء السياسي طبعا استمرار أول حاجة الحكم المطلق، إهمال مجلس المشورة، تخفيض عدد الدواوين. احنا شفنا الاحتكار بعد مو عام 40 دولة محمد علي انكمشت، فهذا الانكماش أثر على الدواوين وأصبحت فقط 4 دواوين تهتم بالأمور السيادية الخاصة بالدولة. تفضلي. طبعا المستر استعرض معاك وضع السلطة التنفيذية أو البناء السياسي. أنا بتكلم عن البناء السياسي، يعني بتكلم عن سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. طبعا أنا ممكن بس أحدد الإجابة يا مستر هنا. أقول مثلا وضع السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد مثلا عباس أو في عهد سعيد. تمام. استمرار الحكم المطلق. تمام. أو دلل استمرار الحكم المطلق في عهد عباس أو في عهد سعيد. تمام. استمرار وإهمال مجلس المشورة وتخفيض إيه الدواوين. أو أثر سقوط الاحتكار برضه سؤال كويس. تمام. طيب الدواوين تختص بأمور إيه؟ بأمور سيادية ونركز عليها يا أولاد. الدواوين تختص بأمور سيادية اللي هي سيادة الدولة، لأن نظام الاحتكار سقط وإحنا تاركين الاقتصاد إيه؟ حر. نبدأ نتكلم عن وضع السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد مين؟ في عهد إسماعيل. رغم النهضة الثقافية والنهضة التعليمية اللي حصلت في عهد إسماعيل، إلا أن إسماعيل يعتبر عصر من عصور الحكم المطلق. قبل ما استعرض وأقول معاك هو ليه عصر من عصور الحكم المطلق، بنتكلم عن الأزمة المالية اللي حصلت في عهد إسماعيل وأثرها على السلطة التنفيذية والتشريعية. طبعا الأزمة المالية وإسماعيل مش عارف يسدد الديون، فاضطروا الأجانب إن هم يقسموا إسماعيل للسلطة، اشتركوا معاه في الحكم. طب إيه مظاهر مقاسمتهم للسلطة؟ طبعا مظاهر مقاسمتهم للسلطة عندك الوزارة المختلطة، عندك صندوق الدين، عندك المراقبة الثنائية. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل في الفصل التالي. تمام، قلت عصر إسماعيل يعتبر استمرار للحكم المطلق. كلهم يا أولاد أسرة محمد علي كلها الحكم بتاعهم حكم مطلق. بعد إذنك بس يعني مطلق حكم مطلق عشان الطلبه يبقى عارفين. طيب ساعتك تجاوب. مطلق يعني فردي، يعني ما بيحبش الشورى، يعني بعيد عن النظام الديمقراطي. الديمقراطيه شورى، ده ما فيهوش ايه شورى. تمام، استمرار للحكم المطلق موجود عندك مجلسين، يعني اي سؤال هيجي لك بقى على اسمعنا على السلطه التنفيذيه والتشريعيه عمل عندي مجلسين. طيب ايه المجلس الاولاني؟ المجلس الاولاني مجلس النظار سنه 1878، وده كانت عباره عن اداه بتنفذ اوامر الخديوي. نمرة 2 مجلس شورى النواب، نركز على مجلس شورى النواب لو سمحت انت. وهو مجلس شورى النواب 1866 عمل اسماعيل عشان يدفع على حكمه رونقا وبهاء، عمله عشان يدفع على حكمه رونقا وبهاء. سلطته سلطه استشاريه ولست تشريعيه. احنا استعرضنا معاك المجالس كلها تعتبر سلطه استشاريه بما فيهم الدواوين بتاعت مين؟ بما فيهم الدواوين بتاعت نابليون. فهم كلهم ضحكوا علينا، هم بس اسما ان هم عملوا مجالس وخلونا اشتركوا معانا فين؟ في الحكم، لكن خلوا السلطه بتاعتهم سلطه ايه؟ استشاريه. طب واحنا ليه بنقول كده على مجلس شورى النواب؟ اولا نمره 1 لانه كان منحه من الملك وليس بناء، او منحه من الخديوي وليس بناء على مطالبه جمهوريه. نمره 2 بيشمل كل طوائف الشعب. ليه بيشمل مين؟ مقصور على كبار العلماء والمشايخ والعمد خلاص، واصحاب وغليل من اصحاب المصالح الصناعيه والتجاريه.
ثلاثة خلى من المتعلمين إلا إذا كانوا المتعلمين من طبقة الأعيان. عشان كده بقى أي سؤال يجي لك على مكتب الشؤون اللي هو ب 1866 هتروح حاطط لي الثلاث نقط دول مكسور على على الأعيان وعلى الصناع القليل من أصحاب المصالح الصناعية والتجارية والمشايخ والعمال، خلى من المتعلمين إلا إذا كانوا المتعلمين من الأعيان ومنحى منه وما فيهوش متعلم. طب ولو قال أوجه النقد لمكتب الشؤون النواب نفس الإجابة؟ نفس الإجابة. أوجه النقد هو عمله عشان يدفع على حكومة رونقا مبهان وتروح قايل لي النقط إيه؟ وصلنا كده للقضاء، يبقى إحنا عندي في منهج الثانوية العامة القضاء في عهد نابليون ثم مينو ثم محمد علي ثم سعيد. تمام. ارجو ان احنا هذه المقارنات ما ننساهاش. كده وصلنا النهارده الى سعيد. تم تغيير جمعيه الحقانيه لمجلس الاحكام، استمرت المحاكم الشرعيه في القيام بدورها في المسائل الشخصيه، ايضا انشاء مجلس الاقاليم للنظر، نخلي بالنا من المجلس ده بيجي في الامتحانات لوحده، للنظر في المسائل المدنيه والتجاريه، وبرضه خلي بالك من اخر حاجه كومسيون مصر اللي هو بيختص بالنظر في المسائل والشكاوى برفع الاجانب على المصريين عدا العقارات والملكيه. خلي بالك كومسيون مصر نظر في المسائل والشكاوى اللي برفع الاجانب على المصريين ما عدا العقارات والملكيه. وخلي بالك في عهد اسماعيل توحدت كل هذه المحاكم في محكمه واحده عرفت بالمحكمه المختلطه في نفس تاريخ الازمه الماليه 1875. طب يا اولادنا خلي بالنا برضه من القضاء لان بيجوا في الاختيار متعدد. تمام. يعني ده بيجي في الاختيار متعدد كتير جدا يعني. تمام. وزي مستر ما قال مثلا اللي هو ايه مجالس الاقاليم للنظر في المسائل المدنيه والتجاريه، انت بتتلخبط فيها مع مجلس التجاره بتاع محمد علي. مجلس التجاره بتاع محمد علي، مجلس التجاره بتاع محمد علي للنظر في الشؤون التجاريه بس، لكن دي شؤون مدنيه وتجاريه. طب نستعرض الاسئله قبل ما نيجي نخش بقى على الاسئله يا جماعه. السؤال اللي بعد كده بيقول 18، سؤال رقم 18، اتفضل يا مس. بما تفسر تدهور التعليم في عهد عباس وسعيد؟ طبعا في عهد عباس وسعيد انت بتتكلم عن اثر سقوط الاحتكار على التعليم، اثر سقوط الاحتكار على النهضه التعليميه اللي عملها محمد علي لما المدارس ايه تقلصت والبعثات تقلصت ثم توقفت خلاص، وديوان المدارس ايه اتقفل والمدارس ايه والاجانب دخلوا عندنا وعملوا المدارس التبشيريه. ده اللي كان لسقوط الاحتكار اثره سلبيه على النهضه التعليميه في عهد محمد علي، هو نفس السؤال اللي انا مجاوباه دلوقتي. بما تفسر ازدهار التعليم في عهد اسماعيل؟ طبعا اسماعيل اهتم بالتعليم عشان يعيد بناء مصر على النسق الاوروبي وتروح قايل لي مظاهر اهتمام اسماعيل. او دلل وخلي بالنا من السؤال ده سعى اسماعيل الى اعاده بناء مصر على النظم الاوروبيه، هو نفس مظاهر اهتمام اسماعيل بالتعليم. دلل شهدت مصر نهضه ثقافيه في عهد اسماعيل، هتروح قايل لي الجمعيات اللي انا كنت لسه مستعرضها معاك، وهتقول لي الجمعيات ايه المجلات والصحف العلمية والسياسية، وهتتكلم برضو عن الصحف ايه الاجنبية بس كلمة كده ان هو كمان انشأ صحف ايه اجنبية. تمام. ما تقييمك لمصداقية العبارة اطلق اسماعيل للصحف حرية الكتابة؟ طبعا ايوة صح، اطلق حرية الصحف ليه؟ لانه حس بوضع التدخل الاجنبي وبدأ يصطدم بيهم وبدأ يصطدم بيه الاجانب. ما الاثر الناتج عن النهضة الثقافية والتعليمية في عهد اسماعيل؟ طبعا الاثر الناتج نمرة واحد قلنا ارتقاء مستوى الوظيفة اصبح يتولاها خريج ايه خريج المدارس. نمرة اتنين المناخ اللي عمله اسماعيل ده هيؤدي لبروز العلماء في مختلف التخصصات. ثلاثة بدأ يحصل ميل لمحاكاة الاجانب. تمام. طيب في برضه سؤال كان جاء قبل كده يا مستر بيقول بما تفسر ارتقاء مستوى الوظيفه في عهد اسماعيل؟ حيث تولاها خريج المدارس والمعاهد واعضاء البعثات وكانت البيئه المناسبه بسبب النهضه العلميه والثقافيه. تمام. برضه نخلي بالنا يا اولادنا السؤال الاخير تزايد الاجانب في مصر خلال عصر اسماعيل على الحياه الاجتماعيه، متى اللي طرحته وانا بشرح وقلت لك ركز عليه؟ طبعا لما بدانا نقلد ايه وجود الاجانب بكثره ومؤسساتهم ادى الى وجود ميل لمحاكاتهم في المقتل والملبس والشراب. تمام. برضه شفنا تاثر السلطتين التشريعيه والتنفيذيه بالباب المفتوح، فهمنا بقى كلنا ده سؤال سهل المفتوح اللي هو سقوط طبعا الاحتكار والحكم المطلق وانكماش الدواوين وتخفيضها واهمال مجلس المشوره، واصبحت اربعه زي ما قلت لك تختصوا بالامور السياديه اللي هي الخاصه بالدوله. نفس الكلام ازدياد الحكم استبدادا في عهد سعيد، هو طبعا قائم على الحكم المطلق، ايضا اهمال مجلس المشوره. نفس الكلام اسماعيل الاجانب اسموا السلطه زي الواحد معاه رغيف عيش كده، اسموا اسماعيل السلطه عشان طبعا موضوع الازمه الماليه، يبقى عشان كده الاجانب اسموا السلطه اللي هي الشكليه في مصر. ثم عصر اسماعيل وعصر الحكم المطلق زي ما المس وضحت اللي هو انشاء بقى مجلس شورى النواب، ان كان واجهه حلوه كده يطفي على حكم الصفه الشرعيه. وممكن نجيب سؤال ثاني غير هذا السؤال يقول بما تفسر انشاء اسماعيل مجلس شورى النواب كان ديمقراطيه زائفه يعني غير حقيقيه؟ نفس الاجابه اللي وضحتها المس معاكم، هو نفس الكلام. اوجه النقد الى مجلس ونقد العيوب، النقد العيوب مجلس من وزاره 78 او بعد كده مجلس شورى النواب. وخلي بالنا المجمل الاثنين برضو ان مجلس الوزراء كان سلطه استشاريه وليست تشريعيه.
وده طبعا بالنسبة للقضاء في عهد اللي هو سعيد. وصلنا الآن إلى القوة العسكرية في عهد خلفاء محمد علي. تمام. تفضل. القوة العسكرية في عهد خلفاء محمد علي أكيد تسوية لندن هيكون ليها أثرها السلبية على القوة العسكرية. طبعا أول واحد بنتكلم عنه اللي هو مين؟ عباس. طبعا عباس في عهده الجيش لم يكن مصريا خالصا. ليه الجيش لم يكن مصريا خالصا؟ لأنه دخل عناصر الأرناؤوط اللي كان محمد علي مستبعدهم. تمام. يبقى إذا الجيش دل أو مطى قيمة لمصداقية العبارة الجيش لم يكن مصريا خالصا في عهد مين؟ عباس. تمام. أو لم يكن الجيش موضع اهتمام عباس. الإجابة هي هي. في عهد سعيد طبعا سعيد هيحقق لعدالة اجتماعية في التجنيد. وتلاحظ هنا الفرق ما بين سعيد وما بين محمد علي. طب ازاي حقق عدالة اجتماعية؟ طبعا حقق عدالة اجتماعية لما فرض التجنيد وخلاه اجباري على الغني والفقير. امال محمد علي كان مخليه على الفقير فقط. نمرة اتنين، سعيد كمان هيعمل ايه؟ هيخلي التجنيد لمدة محددة. هيخليه لمدة محددة. ايام محمد علي ما كانش المدة محددة. بدأ سعيد يهتم بالاسطول، انجلترا كانت بتراقبه، فانجلترا تحرك ضد السلطان العثماني، فتراجع سعيد عن الاهتمام بالاسطول. وصلنا كده الى اسماعيل، يبقى شفنا سقوط الاحتكار. لو قال سقوط الاحتكار على القوة العسكرية هشرح عباس وسعيد واسماعيل. ممكن في بعض الاحيان يحدد، وما ننساش ان في عهد سعيد زي النهارده الدولة النهارده بتفرض التجنيد على جميع الشباب المصريين، ما عدا ان هو اللي يكون وحيد امه وابوه، وانتم ان شاء الله مش منهم، ان شاء الله تخشوا الجيش. فعشان كده محمد علي زمان يبقى النهارده زي محمد علي كان للجميع، ده سعيد عفوا، يبقى سعيد زي النهارده التجنيد للجميع بعكس محمد علي لفترات محدده. وصلنا الى اسماعيل. كيف تم اسماعيل بالجيش رغم سقوط الاحتكار؟ اولا ارسل بعثه حربيه لفرنسا للتعلم واكتساب الخبره، عكسها اثنين احضر بعثه حربيه من فرنسا تساعده في تنظيم المدارس. رقم ثلاثه اهتم بتجديد الاسطول واعاد النشاط لترسانه الاسكندريه. ما ننساش ان برضو اسماعيل عمل على تثقيف عقول العسكريين وانشاء جنتين عسكريتين عام 73. اوعى ننسى اسماعيل كده اهتم بالناحيه الحربيه والتجاريه من خلال الاهتمام بالناحيه التجاريه. اتفضلي يا مس، اهتمام بالانشاء الاسطول. مجهزه لك اسئله الناحيه التجاريه. الناحيه التجاريه طبعا انشا اسطول تجاري، انشا شركه للملاحه التجاريه. طبعا ما النتائج المترتبه على اهتمام اسماعيل بالملاحه التجاريه؟ طبعا ده هيؤدي الى تنشيط العلاقات ما بين مصر وما بين الدول المجاوره، وهيؤدي لتنشيط تجاره مصر، وهيسهل مواصلتها البحريه مع الاقطار المختلفه. نخلي بالنا احوال الجيش في عهد اسماعيل كده في ازدهار، ولكن في اواخر عهد اسماعيل اللي حصل للجيش بدات احوال الجيش ترتبك. بدا الجيش في التراجع. ليه؟ طبعا بسبب الازمه الماليه وارتباك احوال الحكومه وتدخل الاجنبي، وينتهي التدخل الاجنبي باحتلال بريطانيا لمصر سنه 1882. طيب مستر اسال بقى اسئله فيه. لما اجي اقول لك ما العلاقه بين فرنسا واهتمام اسماعيل بالقوه العسكريه؟ طبعا هنتكلم عن الاول رقم واحد واثنين، وارسل بعثه حربيه لفرنسا للتعلم والخبره، وعكسها رقم اثنين احضر بعثه حربيه من من فرنسا، وايضا ندخل معاها ارسال بعد كده ممكن يبقى ارسال بعثات برضه، ولو ان البعثات كانت متاخره، لكن انا اكتفي برقم واحد واثنين. واحد واثنين تمام. طب لما اقول العلاقه ما بين اسماعيل والبحريه المصريه؟ طبعا نعاد النشاط بقى للترسانة لتجديد الاسطول، وعاد النشاط للترسانة. تمام. وطبعا كانت موجوده طبعا في الاسكندريه، فمما ادى الى ازدهار النشاط اللي هو الترسانة البحريه. تمام. طب ادخل معاها كمان برضو الاسطول التجاري؟ ما انا بقول العلاقه ما بين البحريه، ما بقولش البحريه الحربيه، انا بقول البحريه المصرية. طالما ما فيش تحديد يبقى نزود ارض ايضا نهتم بالاسطول اللي هو التجاري، وانشا شركه الملاحه. طيب طبعا خلي بالنا يا اولاد برضو ان اسماعيل اهتم بالتثقيف العسكري. تمام. بالتثقيف العسكري فانشا صحيفتين. تمام. اسماعيل مشروع نخش بقى على مشروع اسماعيل الاستقلال. اسماعيل طبعا اسماعيل عايز يحقق استقلال لمصر ويحصل على اكبر قدر من المزايا الفدويه من السلطان العثماني. طيب يا ترى ايه الوسائل اللي استخدمها اسماعيل عشان يحقق استقلال؟ وهل هناك علاقه ما بين الوسائل اللي هيستخدمها اسماعيل في تحقيق الاستقلال وما بين الازمه الماليه في مصر؟ طيب برضو في سؤال تاني قبل ما ابدا اشرح معاك. لما نيجي نعمل الوسائل نفرق ما بين وسائل محمد علي في الاستقلال ووسائل اسماعيل في الاستقلال. طب ايه وسائل محمد علي في الاستقلال؟ انا قلتها لك، محمد علي هيخوض نوعين من الحروب، حرب بامر من السلطان العثماني وحروب بارادته هو. طيب امال وسائل اسماعيل؟ وسائل اسماعيل بقى هيبدا يصرف فلوس. طبعا هو ممعوش، فبيصرف على حساب الخزانه المصريه.
عمل اسمعي ايه الوسائل اللي هو تبعها. عندك نمره واحد لما استضاف مين؟ لما استضاف السلطان عبد العزيز وعطى له سفينه محمله بالهدايا. نمره اثنين عطى له فؤاد باشا اللي هو الصدر الاعظم واللي هو هيسهل عمليه الاتصال ما بين السلطان العثماني وما بين مين؟ وما بين اسماعيل. عطى له 60,000 جنيه. تمام. حاجه كمان السلطان العثماني وافق طبعا عايز فلوس, فهي اسماعيل هيرفع الجزء المفروض على مصر من 400,000 جنيه ل 750,000 جنيه. خد بالك اهو. عشان كده هيستجيب طبعا اسماعيل ما معهوش فلوس فاضطر للاستدانة قد ايه؟ 3 مليون جنيه. طبعا هنا اسئله العلاقات زي ما قلت لك, ما العلاقه بين مشروع استقلال اسماعيل والازمه الماليه؟ هتروح قايل لي الثلاث نقط. طب انا ممكن ادخل لك جوه كمان برضو واجي اقول لك ما العلاقه ما بين السلطان العثماني والازمه الماليه لما اترفعت الجزية بتاعه مصر وخلاها من 400,000 ل 750,000 جنيه. طيب ما طبعا انا كده اتكلمت عن الاجراءات والوسائل, يا ترى ايه النتائج اللي ترتبت على هذه الوسائل اللي اتبعها اسماعيل من اجل الحصول على الاستقرار؟ طبعا ترتب على ذلك اسماعيل كده ياخد اربع فرمانات. اول فرمان عام 66 وفيه جعل او حصل على فرمان الوراثه في اكبر في انجال اسماعيل وليس ابناء الاسره, والنظام ده موجود النهارده في السعوديه زي الملك سلمان كده نقل الحكم من اولاد سعود الى ابن محمد. نفس الكلام, يبقى اسماعيل جعل حكم وراثي في ابنائه. الجيش كان متحدد, يبقى زود الجيش من 18 الى 30. النقود كان على السلطان بعدها سلطته. الى جانب ايضا حصل على حق اللي هو منح رتب الموظفين حتى الدرجه الثانيه. وصلنا الى فرمان 1867. طبعا اسماعيل هيغير اللقب بتاعه من لقب والي للقب خديوي. ما النتائج المترتبه على حصول اسماعيل على لقب الخديوي؟ طبعا ده بيديله استقلال داخلي واستقلال ايه مالي, فاصبح من حق اسماعيل ان هو يعمل المعادات الداخليه الخاصه بالبريد وخاصه بالجمارك وخاصه بضبط ايه الجاليات ومرور الركاب والبضائع. طيب الفرمان الثالث. الفرمان الثالث طبعا هو صغير جدا بس مهم جدا. بيقول لك لفرمان 72 اثره السيء على مصر, او ما العلاقه بين الفرمان والازمه الماليه وتدخل الاجنبي. يا جماعه الفرمان ده اللي هو اعطى اسماعيل حق الاستداده من الخارج دون ما يرجع الدوله العثمانيه. يا خبر ابيض, هذا الفرمان خطير سيؤدي الى التدخل الاجنبي. كده وصلنا الى الفرمان الشامل, والسؤال يطرح نفسه بما تفسر اصدار السلطان العثماني فرمان 73, او شكل اخر لم يكن فرمان 73 في صالح مصر. فضل. فرمان 1873 حقق الاستقلال الكامل لمصر ما عدا اربع حاجات. يبقى ثبت حقوق مصر كامله في الاستقلال ما عدا اربع حاجات. خلي بالك ما عدا اربع حاجات, لما نيجي في الفصل الرابع تقريبا عندك تصريح 28 فبراير اعطاني استقلال شكلي, في عندي اربع حاجات برضو ده نفس الحكايه, ده اعطاني استقلال شكلي ما عدا اربع حاجات. الاربع حاجات دول ما عدا ايه؟ عقد المعادلات السياسيه, اعمل كل المعادلات اللي انت عايزها ما عدا المعادلات السياسيه. نمره 2 عدم التمثيل الدبلوماسي, 3 المدرعات الحربيه, 4 الجزيه السنويه تبعتها لي. وصلنا كده الى سؤال بيقول العلاقه بين حروب اسماعيل والازمه الماليه. يبقى نخلي بالنا اسماعيل لما راح الحبشه كده يا جماعه, الحبشه زي ما انا بشاور كده حضرتك اللي هي اثيوبيا النهارده. يا اولاد انا استعرض الاسئله هي نفس الاسئله اللي انا قلتها, بس انا بحب اوضحها قدامكم ومستر مجدي بيحب يوضحها قدامكم عشان لو حبيتوا ترجعوا لها في اي وقت. ما العلاقه بين خطه اسماعيل الاستقلاليه عن الدوله العثمانيه والازمه الماليه؟ طبعا هتقول بقى لما صادف عبد العزيز ولما عطى لفؤاد باشا ولما رفع ايه الجزيه. ما الاثر الناتج عن مساعي فؤاد باشا لدى السلطان العثماني لاصدار فرمانات جديده لصالح اسماعيل؟ طبعا هتروح قايل لي الاربع فرمانات صح يا مستر ولا ايه؟ هنقول الاربع فرمانات ونصوص كل فرمان فيهم. يا ولاد لو سمحتوا بس تركزوا لي في الفرمانات في التواريخ بتاعتها 1866 67 72 73. خلاص هو مش هيجيب لك يعني هيجيب لك تاريخ الفرمان بالظبط. تمام. في ايه عندنا تاني؟ ما الاثر الناتج عن فرمان سبتمبر 72 اللي هو الاستدانه من الدول الاوروبيه دون الرجوع للسلطان العثماني؟ حصول اسماعيل على فرمان 67 لما تغير اللقب بتاعه من والي الى خديوي, وده هيديله استقلال داخلي واستقلال مالي. ده اللي الفرمان 1866 بدايه استقلال مصر. ايوه فرمان 1866 بدايه استقلال مصر تروح قايل النصوص بتاعه الفرمان لما حصل ولايه العهد في اكبر ابناء مين؟ في اكبر ابناء اسماعيل, وزود عدد الجيش. تمام. وايه كمان؟ وحق مصر في منح الرتب المدنيه. تمام. طيب ممكن يا مستر انا اغير السؤال ده على فكره, يعني بدل ما اقول لك ده اللي الفرمان 1866 بدايه استقلال مصر اجي اقول لك فرمان 1866 باكوره الديون على مصر. يبقى في الحاله دي انا هقول ايه؟ هقول اللي هو عمله عشان يجيب الفرمان. تمام. هو نفس السؤال بتاع الخطه المساعي في الاول طبعا اللي هو استضاف السلطان وسفينه وهدايا و60,000 ورفع الجزيه. ما تقييمك لمصداقيه العباره اللي لسه حضرتك مجاوب عليه؟ ثبت فرمان 73 حقوق مصر كامله في الاستقلال. طبعا لا هو ما ثبتش حقوق مصر كامله في الاستقلال لان انا عندي اربع حاجات اللي احنا لسه قايلينها. تمام اتفضل يا مستر. نتابع ان شاء الله مع بعض. طبعا توقف تدهور مشروعات التنميه الذاتيه في مصر زي ما المستر وضحت,
بسبب، وحتى لو انت مش مذاكره خلاص انت فهمت، بسبب سقوط الاحتكار، فتح الاسواق، دخول المنتجات الاجنبيه، تنفيذ بلطه الايمان، هو نفس السؤال عصره نهايه الفتره الانتقاليه. الاثر الناتج برضه المس وضحته اللي هو هزيمه اسماعيل وخسارته 8 مليون جنيه، واصبح يمثل مصدر خطر على الدول الاوروبيه، اوعى ننسى عام 75 هو العام الذي كان له نفس الوجود. تقييمك المصداقيه كان الاداره، وجود الاداره المصريه اثر واضح في المجال المواصلات بنشرحها طبعا واحنا شرحناها، ونفس الكلام السؤال الثامن اللي هو العلاقه الاجتماعيه. نتمنى ان شاء الله النهارده بهذه الطريقه وبهذا العرض اللي احنا عرضناه قدام حضراتكم، نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون وفقنا في عرض محمد علي، ولو في اي استفسارات ابعتوا لنا واحنا ان شاء الله معاكم بشد حيلكم، ربنا يوفقكم، ونستغل الفتره اللي قاعدينها في البيت، كلنا قاعدين في البيت والله احنا مش عارفين التصوير. اتفضل. نفق الاسئله اللي احنا قلناها، دلل اثرت سياسه الباب المفتوح على القوه الاجتماعيه في مصر، دلل استفاد محمد علي من الازمات الاقتصاديه والسياسيه في مصر صلاحي. خلي بالك السؤال ده في حتتين، اقتصاديه وسياسيه. ما اوجه النقد للتعليم في علي محمد علي؟ اوجه النقد للصناعه في علي محمد علي؟ اوجه النقد للزراعه في علي محمد علي؟ ما العلاقه بين حروب الدوله العثمانيه والصناعه المصريه؟ ما مصداقيه العباره الاتيه؟ عمل اسماعيل على النهوض بالتجارة الداخلية، ماذا يحدث لو رفض محمد علي تسوية لندن؟ ما أوجه الاختلاف بين محمد علي وإسماعيل؟ ما أوجه الاختلاف بين محمد علي وإسماعيل من فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية؟ تفضل. ما العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لمصر في عهد محمد علي؟ ما هي مراحل تطور فكر محمد علي في الاستقلال عن الدولة العثمانية؟ تحتيها على طول سؤال تاني عشان تقدر تفرقني ما بين الاثنين، ما هي وسائل محمد علي في الاستقلال عن الدولة العثمانية؟ ما تقييمك لمصداقية العبارة محمد علي أول من فكر في تكوين رابطة عربية لمواجهة الرابطة العثمانية؟ ما العلاقة بين حروب محمد علي في الشام والاقتصاد المصري؟ تمام، شكرا. شكرا وربنا يوفقكم وربنا يكرمنا إن شاء الله، وانتظرونا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. مجدي الشاذلي كبير معلم التاريخ، إيمان نادي خبير تاريخ الثانوية بنات.